السلام عليكم ورحمة الله. سمعوا معايا الإخوان هذا الفيديو، مزيان، راه ما بقينا فاهمين والو في هذا العالم. سمعوا معايا هذا الفيديو ديال هذا خونا هذا اللي كيهضر على نور الدين الشينوي بحرقة. شوفوا معنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشينوي من سحور ما والو، الشينوي عيط ليا شخصيا قال لي غادي تبيع، انا نعطيك 20000 ريال وغادي تجي ديروا هذا الفيديو باللي انا لقيت التوكيل في حمامه. ومنين درت هذاك الفيديو ووصلوا الفلوس والناس تعاونت معاه، ولكن هو مباش دير، هو قال لي انا مبلي بالبوفا، قال لي انا مبلي بوفا ودعافيت وغيلاحظ في الناس، ومبلي بالغبره قال لي غيلاحظوا في الناس، قال لي دير هذا الفيديو باللي انا تسحرت وكل التوكيل باش الناس تعاون معايا، قال لي غنصيفط لك شي بركه، وما صيفط لي دابا والو، ودعيت الله ياخذ فيه الحق. هذا الفيديو غيبارطاجا هذاك الشينوي راه مسحور ما والو، هذه التصويره اللي قال لك راه فيها السحر راه مسحور ما والو، كلشي بارطاجي الشينوي راه ما عنده حتى شي حاجه، ما مسحور ما والو، غير قال لي دير الفيديو باش يديروا البوز وصيفط لك 2000 درهم وما صيفط لي والو. اختي دعيتك الله ياخذ فيك الحق، حيقطع والفيديو يبغى يوصل جميع دابا شنو بان لكم الاخوان؟ دابا هاد السيد اللي كيقول على نور الدين الشينوي ما مسحور ما والو، قال ليه دير هاد الفيديو بانه مسحور في الحمامه، واش الحمامه كيديروا ليها التوكال عباد الله؟ واش الحمامه كيديروا ليها التوكال؟ والسيد انا كيبان ليا منتقد مع راسو. المهم الله يجازيكم بخير، راه ما بقينا فاهمين والو في هاد البلاد هادي، وما بقينا فاهمين حتى شي حاجه من هاد الشيء هذا. حنا كنشوفوا السيد مريض، كنشوفوه موكل مسكين غادي وكيضعاف غادي وصحته كطيح، ودابا راه ناعس في الكلينيك وكيديروا لي غسل المعده وكيعالجوا فيه وما فهمنا والو. دابا ناض هاد السيد هذا كيقول هاد الهضره، قال لك غنصيفط لك 1000 درهم، قال لي غنصيفط لك 1000 درهم شويه، قال لي غندبر عليك. اشنو هاد السيد تيبان ليا منتقد عن رسول الله؟ ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه. اللي فهم شي حاجه الله يرحم لكم الوالدين، احنا راه لا اله الا محمد رسول الله. هاد الشيء هذا والله العظيم الا مصيبه، مصيبه. هاد الناس باغا الفلوس، باغا الفلوس تجيبها باي طريقه، يا بالحرام يا بالحلال، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يجازيكم بخير، اللي فهم شي حاجه يفهمنا معاه. ما بقينا فاهمين والو في هاد الشيء هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل، وتحياتي للاخوان كاملين، والسلام عليكم.